عاملين ايه يا زغليل يا زغليل يا زغليل؟ عيد اضحى مبارك عليك وعلى كل اخواتي يا رب. ايه اخبار الكرشه والفشه والممبار يا اختي؟ هم المامي يعني اكلتوا بقى اللحمه؟ شم ريحه الروائح اللحمه الجميله دي. المهم يعني بصوا بقى، النهارده كنت منزله فيديو كده ما اشتغلتش، فقلت خلاص مش مشكله، والفيديو بتاع امبارح باظ ما اعرفش فيه ايه بالظبط، فقلت عايد عليكم هنا. وصوم طيبين وعيد سعيد يا رب على كل اخواتي وصحابي، والعيد ده يبقى ايه، عيد سعيد كده وحلو كده، مختلف عن في اعياد كانت بتيجي بحس ان الناس ده علينا ومش فرحانه، بس العيد ده جميل، الناس فرحانه والذبحه. ربنا يا رب يديم عليكم عيده. ويا اخبار الشوي واللحم؟ انا جوعت عمال اشم روايح غريبه. محدش ناوي يعزمني؟ انا هاجي بس تعزموني بس. يا رب تكونوا فرحانين ومتهنيين ومبسوطين وكل سنه وانتم طيبين. نستنوا باذن الله فيديو هينزل بكره او بعده، بس المهم ما اعرفش في ايه في اليوتيوب، ما علينا. فقلت عايد عليكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان بيكم بكمل، وفي نفس الوقت الناس المحترمه اللي دخلت عندي جديد وعملت اشتراك على راسي من فوق، الناس القديمه برضو على راسي. وكان نفسي والله اعيد ان انا افتح لايف واطلع اشارككم في اليوم بتاع العيد، اليوم الجميل ده، بس العصابه بتوعي الزغاليل دول هيعملوا فرح، فقلت لا خلينا هنا يا احلى زغاليل. تمام، استنوا بقى الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين. واللي عايز يعزمني يعزمني، انا هاجي. هاجي اللي عنده كرش وعنده فشه وعنده التلاته دول، انا هاجي على طول كده. بس انتم طيبين، باي باي.